بمناسبة الشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي الذي يوافق شهر تشرين الأول من كل عام، وبهدف رفع الوعي للتعامل مع المرض والتشخيص المبكر، وعلى غرار مختلف المؤسسات العالمية، تدعو قناة الرافدين متابعيها للتفاعل والمشاركة في حملة التوعية طيلة شهر تشرين الأول، ويشمل التفاعل ما يأتي: طبيعة التفاعل، كتابة تدوينات، تسجيل مقاطع مرئية، تسجيل مقاطع صوتية، رسومات فنية ورسومات كاريكاتورية، واستخدام وسم دون بالوردي على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر إدراجات وتغريدات إيجابية وهادفة. الهدف من الدعوة: التوعية بسرطان الثدي والتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، تحفيز الناجيات من المرض على مشاركة تجاربهن، وتوعية المجتمع بسرطان الثدي وتقبل الإصابة لمساعدة ودعم المصابات به.